السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات دبلوم المدارس الثانوية الصناعية الثانويات الثلاث، أهلا ومرحبا بكم في إحدى حلقات برنامج مدرسة على الهواء لمادة آلات كهربية وقاية. وفي بداية الحلقة بنرحب بالأستاذ جمال عبد العزيز معلم الكهرباء بالوزارة. أهلا وسهلا بزار، أنت حضرتك أستاذ جمال، إحنا في الحلقات السابقة لمادة الآلات الكهربية والوقاية كنا اتكلمنا في باب المولدات، وطبعا إحنا عارفين إن باب المولدات باب كبير جدا من الابواب الطويله معانا، وكان كلامنا كله منصب على المولدات التوافقيه او ما يطلق عليها المولدات التزامنيه. ابتدينا بتركيب المولدات وحالات المولدات والاقطاب البارزه والاقطاب الغاطسه، واتكلمنا عن طرق تغذيه المولدات سواء اذا كانت التغذيه النفسيه او الخارجيه او المركبه او التغذيه بدون فرش. وابتدينا في الحلقه اللي فاتت ناخد جزء مهم جدا في حلقه في برنامجنا او في الماده بتاعتنا، اللي هو معامل الخطوه، معامل التوزيع، وجزء من المسائل الرياضيه المقرره على الطلبه ابنائنا هذا العام. احنا كنا وعدنا ابنائنا قبل كده ان احنا هنجيب رسم الى حد ما تفصيلي في قطاع يعبر عن شكل اله كهربيه من الالات اللي احنا بنستخدمها، اللي هي طبعا احنا عارفين المحرك والمولد تقريبا بيتشابه الى حد ما في التركيب الا اذا كان في بعض الاختلافات، وخصوصا احنا عارفين ان المولد التوافقي والمحرك التوافقي الاثنين شكل واحد ونفس التركيب، وهو الاختلاف في الاستخدام. نبدا كده نشوف مع بعض شكل الاله كهربيه، وبعدين نبدا نستكمل الجزء بتاعنا اللي احنا بداناه الحلقه اللي فاتت في الجزء الكهربي والمعادلات الكهربيه. اولا الزمر الحمد لله رب العالمين، برضو حضرتك استعرضت ابنائنا وبناتنا شاهدوه في الحلقات اللي فاتت كلها. النهارده ان شاء الله ابنائنا وبناتنا هتعتبر يعني مش هنقول مراجعه، ولكن هنسميها زي فلاش باك لمنظر عام للمولد التوافقي كقطاع، زي ما قال باشمهندس عمرو، كقطاع المكنه او الاله ذات نفسها خدنا منها جزء، وهنبتدي نشاور على الاجزاء لان احنا شرحناها نظريا، عايزين نشوفها وحضراتكم ابنائنا وبناتنا بتشوفوها في الورش والمعامل كتير جدا، عايزين نشوفها بالالوان على شاشتنا شاشه التلفزيون المصري، وهنشوفها ازاي ونشاور على كل اجزاء. والمفروض دلوقتي ان ابنائنا وبناتنا واحنا بنشاور على الاجزاء دي ان هم يقولوا لنا دي بتاعت ايه، يعني خلاص احنا ذاكرنا ودخلنا على يمكن ثلاث ارباع باب المولدات التوافقيه او الالات التزامنيه. لو شفنا مع شاشتنا الجميله هنا على اللابتوب بالنسبه لنا، ده قطاع لمنظر عام لآلة المولد التوافقي موجودة قدامنا. لو خدنا بالنا إن حلقات النهاية أول حاجة من بره الغطائين الجانبيين، وإحنا واخدين منه قطاع، يعني في غطاء يمين وغطاء شمال. ثانياً بالنسبة لي الهيكل الخارجي من بره أهو من تحت خالص موجود عليه، إحنا قلنا بيصنع من نقول مادة غير مغناطيسية، مش هنقول مثلاً من الصلب الملحوم أو. لكن بعد كده دخلنا من جوه على رقائق العضو الثابت اللي هي موجود تحت مين هنا؟ ملفات العضو الثابت. طب الملفات دي محطوطه فين؟ قلنا في مجاري على شكل اسطواني موجود في او محفور في سطحات داخلي مجاري طوليه توضع بها، وقلنا الرقائق دي تصنع من شرايح او رقائق الصلب السيليكوني ومعاها الملفات بتوضع فيها، وقلنا الملفات يفضل ان توصل نجمه، وشرحنا هذا الكلام في الحلقات السابقه. لو قلنا واجي واحد له توصيله، اما في الثلاث اوجه قلنا يفضل انها توصل نجمه، وكنا قلناها في حلقاتنا قبل كده ان احنا قلنا فيها كذا ميزه. الملفات طبعا تصنع من سلك النحاس الاحمر المعزول، ودي موجود منظر عام. ده عمود الدوران او بنسميه المحور. طب المحور عليه هنا ايه؟ قلنا العضو الداير. لو انت بصيت كويس قوي لشاشتنا هنا معانا هتلاحظ ان العضو الداير بالنسبه لك يهيئ لك ان هو قفص سنجاب. لكن احنا بنقول في المولدات بيبقى يا اما اقطاب بارزه او اقطاب غلصه، وشرحناها في التلفزيون ان في مقارنه بين الاقطاب البارزه والاقطاب الغلصه، وقلنا ان دي محور الدوران وده العضو الداير عباره عن شرائح من الصلب السيليكوني ومحطوط فيها الاقطاب بتاعتنا. بعد كده في التوصيلات حلقه النهايه، ودي الروزيتا اللي احنا بناخد منها من ملفات العضو الثابت اللي هي فوق خالص ديت، وبعد كده بنقول حلقه النهايه. ده يمكن يا استاذ عمرو يعني منظر عام لشكل المولد التوافقي اللي شرحناه وشرحنا فيه التركيب بالكامل. كنا قلنا كمان وظيفه كل واحده فيهم وبيصنع من ايه وبيتحط ازاي، وكنا برضو من ضمن الكلام قلنا نفضل ان توصيله النجمه في الثلاث اوجه بالنسبه للفات. بعد كده دخلنا على المقارنه بين الاقطاب البارزه والغطسه زي ما حضرتك تفضلت، ودخلنا كمان على طرق التغذيه. في جزئيه يمكن مش موجوده حضراتكم برضه نسمي نذكر بيها ابنائنا وبناتنا، الا وهي ملفات الاخماد اللي احنا قلنا بتوضع
اسفل حذاء القطب بالنسبه لي وتقصر على نفسها من الناحيتين كانها قفص سنجاب. دخلنا بعد كده على طرق التغذيه. طرق التغذيه بالنسبه لنا استاذ عمرو قلنا 4 طرق، اللي هي التغذيه الذاتيه والتغذيه الخارجيه والتغذيه المركبه والتغذيه بدون فرش. تطرقنا كنا يمكن اخر حلقه الحلقه اللي فاتت كنا بنشتغل على معامل الخطوه ومعامل التوزيع. ايه راي حضرتك ان احنا نذكر ابنائنا وبناتنا بيهم بعد ان احنا زي ما نقول عدنا الحلقات اللي فاتت كلها ودي تعتبر مراجعه. استاذ جمال، هو يعني يمكن في ملحوظه حضرتك اشرت ليها اللي هي وضع ملفات الاخماد او موضوع ملفات الاخماد ده. يمكن وضع ملفات الاخماد في الهيكل اللي احنا شفناه او في الاله اللي احنا شفناها ده مبينه على انه كانه قفص سنجاب، لان علشان التصوير بس، تمام. انما هو اصلا ملفات، نعم، تفتكر النحاس الاحمر المعزول ومحطوط عليها ملفات الاخماد من فوق مكسور على نفسها، فعشان كده ظهر الشكل كانه قفص سنجاب. طبعا في بعد كده الجزء اللي هو بتاع حلقات الانزلاق مخفي في التصوير في الجزء الخلفي للاله. طيب. بعد كده احنا عندنا كنا معامل. المفروض ان احنا بنبدا النهارده باذن الله نتكلم عن معادلة قفدة الكاف والمتولدة في المولدات بتاعتنا وقيمة القفدة في عقربية بتساوي ايه. طبعا انا علشان اتعرض للمعادلة ديت، المعادلة كبيرة وحدودها كبيرة، بس هلاقي من ضمنها عاملين، يعني المعادلة فيها 6 عوامل، من ضمن المعادلة اللي احنا هنستعرضها اثناء الحلقة عندي عاملين اللي هو معامل الخطوة ومعامل التوزيع اللي هو البي اف والدي اف. تمام، نستعيد الذاكره على البي اف والجي اف لان هم داخلين في صميم حل المسائل بتاعت النهارده كمان، يعني احنا شرحناهم قبل كده، تمام، وهم داخلين في صميم حل المسائل، واحنا يمكن بناكد عليهم شويه لان هم بيعتبروا من الاجزاء اللي فيها جزء رياضي شويه بيبقى متعب للطالب، فاحنا بناكد له عليها مره تانية اهو. يعني ايه هو معامل الخطوه، ايه هو معامل التوزيع، وبعد كده نبدا معادله القوه الدافعه الكهربائيه. لو قلنا معامل الخطوه احنا قلنا قبل كده معامل التوزيع اللي هو بالنسبه للدي اف. معامل التوزيع بالنسبه لي قلنا هو النسبه بين محصلتي مجموع الاتجاه القفده الكاف والمجموع الحسابي لها في جانب من الملفات. اما معامل الخطوه فقلنا في جانبي، قلنا فرق ليه في جانبي ملف. الجانبي ملف بالنسبه لنا يا استاذ عمرو احنا قلنا الفرق ما بين الاثنين على المعادله الرياضيه اللي كانت موجوده. يمكن على شاشتنا هنا ظاهره كلمه او الاي بالنسبه لنا معادله القوه الدافعه الكهربيه، الاي بتساوي 444 في الفاي في الاف في الزد، واحنا لسه بنتكلم على الدي اف والبي اف. حضرتك قلت الدي اف والبي اف اللي هي معامل خطوه ومعامل التوزيع. كنا قلنا مميزاتهم وعيوبهم. يمكن تقريبا المميزات بتاعت هنا والمميزات بتاعت هنا قريبين من بعض شويه في اختلاف حاجه بسيطه جدا، وبرده العيوب الى حد ما قريبه. كمان قلنا في الحلقه اللي فاتت على المعادلات الرياضيه بتاعتهم، وقلنا على مسائلهم، وحلينا تقريبا 3 مسائل او مسالتين على معامل الخطوه ومعامل التوزيع. طيب استاذ عمرو، حضرتك بما انك تطرقت ان احنا هنراجع لاولادنا وبناتنا على معامل الخطوه ومعامل التوزيع، لو قلنا على الهوا دلوقتي في تلفزيوننا الجميل سؤال على معامل الخطوه ومعامل التوزيع قبل ما نخش على معادله القوه الدافعه الكهربيه، الصيغه اللي ممكن تيجي ايه؟ هو يعني ابسط اشكال الاسئله اللي بنتعرض لها في حاله معامل الخطوه ومعامل التوزيع، طبعا هو الصيغه شكلها مختلف وكتير. احنا عايزين نقول لابنائنا استاذ عمرو معامل يعني. يا استاذ جمال، هو معامل، نعم، وبنقول ايه؟ عرف المعامل، كويس. عرف معامل الخطوه او عرف معامل التوزيع. ادي صوره من ضمن الصور اللي ممكن يجيب لها سؤال. عرف معامل الخطوه ومعامل التوزيع مع ذكر مزايا وعيوب كل منهما، ممكن كل واحد يجي على ده حاجه. ابسط القواعد في الاسئله، يعني ابسط القواعد في الاسئله اللي ان هو يجيبها كده. بنسميها الاسئله التقليديه. تمام. عرف معامل الخطوه، عرف معامل التوزيع. تمام. ممكن اذكر مزايا وعيوب معامل الخطوه او اذكر مزايا وعيوب معامل التوزيع. طب لو زودنا معاهم مع كتابه الصيغه الرياضيه لكل منهم، ده جزء جاي بعد كده في الاسئله التقليديه، وغالبا يمكن ده بنحاول نحطه اكتر في المسائل. يعني حضرتك تقصد ان احنا الصيغه الرياضيه بتاع معامل الخطوه ومعامل التوزيع ممكن يدخلها في مساله معادله القوه الدافعه الكهربائيه، ممكن يجوا لوحديهم. تمام. يعني على اساس برضو نقول لابنائنا وبناتنا ان هي معامل الخطوه ومعامل التوزيع ممكن يجوا عرف وذكر الرياضه ومعاهم مساله. وممكن قوي ان احنا ندمج الثلاثه مع بعض، معامل الخطوه ومعامل التوزيع ومعادله القوه الدافعه الكهربائيه في مساله واحده او في صوره او في سؤال واحد. طيب ممكن تيجي الاسئله برضو نفس الاسئله هي بتاع معامل الخطوه، ممكن تيجي في شكل اكمل، في شكل اختار ما بين اقواس، في شكل اذكر المصطلح العلمي كلا من، يعني الصيغه بتاعتها ايه هي بتتعدد على حسب وضع الامتحان. انما في الاخر نقدر نقول لابنائنا الطلبه اعرف هو ايه معامل الخطوه، اعرف ايه هو ايه معامل التوزيع، اعرف الصيغه الرياضيه لكل منهما، اعرف معامل المزايا والعيوب بتاع كل واحد فيهم، ايا كان السؤال هيجي لك باي شكل من الاشكال هتقدر تجاوب. الاجابه واحده تعتبر الإجابة بالنسبه لنا كلها، الاجابه واحده فيهم كلهم. تمام. طيب. الصيغه تختلف مش مشكله. تمام. انما الاجابه في الاخر هتبقى واحده. تمام. حضرتك دلوقتي هنتكلم على معادله القوه الدافعه الكهربيه. هو في سؤالين هعتبر نفسي طالب وقاعد
وكان تملي كنا بنتلخبط بيهم حتى في الاجابه مع ابنائنا وبناتنا في الكتاب المدرسي. احنا قلنا لحضرتك معادله القوه دفع الكهربيه موجوده على شاشتنا جميل، تمام؟ الاي بتساوي 4 44 في الفاي في الاف في الزد والدي اف والبي اف، طبعا هنقول الرموز. لو السؤال جالي يا استاذ عمرو ما هي العوامل المؤثره في قيمه القافده الكاف المستنتجه في المولد؟ هل يفرق بعد كده لو قال لي ما هي العوامل المؤثره في جهد المولد؟ اه طبعا تمام. ده لا بقى جهد المولد، يعني احنا جهد المولد لسه جايين له ان شاء الله تمام وهنتكلم عنه وفي نفس الحلقه بتاعت النهارده تمام، لان في عندي عوامل مؤثره في قيمه قفد الكاف المستنتجه في المولد، وفي عوامل مؤثره في قيمه الجهد على اطراف المولد او جهد الخارج المولد. يعني هنفرق ما بين حاجتين، قفد الكاف المستنتجه وجهد الخارج او جهد الاطراف بتاع المولد. طيب. معادله قفد الكاف اللي عندنا هي دي اللي ليها مسائل تمام. وهي دي اللي هنشتغل عليها اللي لسه حضرتك قايلها دلوقتي اللي هي ايه بتساوي 4 44 من 100 في 5 في اف في بي اف دي اف بالنسبه للدي اف والبي اف. طب حضرتك بالنسبه لنا في المسائل لو برضو نفس السؤال ونفس السياق بتاع السؤال، لو قلت ما هي العوامل المؤثره في قيمه استنتاج القوه الدفع الكهربيه في المولد، هل اكتب المميزات او العوامل المؤثره من المعادله؟ اه ممكن اكتبها من المعادله، انا لو حافظ المعادله اطلعها منها. تمام تمام. انا لو حافظ المعادله يعني دي اجابه نص السؤال. اه انا لو حافظ المعادله هطلعها منها تمام، بس لو قال لي اذكر العوامل المؤثره في قيمه قفد الكاف المستنتجه بالمولد تمام، يبقى انا ذكرت المعادله شو يحسب لي تمام، بس لازم اذكر لي العوامل. نوضح بقى لابنائنا الطلبه دي جميله جدا يا استاذ عمرو، ان احنا انت لو كتبت المعادله يبقى انت جاوبت على السؤال اللي هي بتاعت العوامل المؤثره في قيمه القفد الكاف غير تماما السؤال المؤثر في جهد المولد. تمام. يبقى احنا خدنا الجزء الاولاني جاي من المعادله، هنقول البنود بتاعته اللي هي الفيض المغناطيسي والتردد وعدد اللفات لكل وجه ومعامل الخط ومعامل التوزيع. تمام؟ لكن 4 44 مش هنتطرق لها دلوقتي، لكن ده رقم ثابت له اثبات بعد كده. تمام. طيب حضرتك نكمل مساله ولا تفضل؟ لا نشوف المعادله، العوامل المعادله كامله. تمام اللي هي الرموز بتاعتها. لان انا ليا عليها تعليق. تمام. وبعد كده نشوف كل رمز بيعبر عن ايه، وبعد كده نكمل ونشوف المسائل هتجي لنا تبعا ان شاء الله. تمام. نشوف مع بعض كده المعادله بالنسبه لي هنا، القاف ده الكاف الاي بتساوي 4 44 فاي في اف في زد في دي اف في البي اف. قلنا ان هي بتساوي هنا الفاي الفيض المغناطيسي والاف اللي هي التردد، ثم الزد قلنا عدد اللفات لكل وجه، والدي اف معامل الخط ومعامل التوزيع. بص يا استاذ جمال، احنا عندنا كنا في اثناء ما كنا بنتكلم عن معامل الخطوه ومعامل التوزيع قلنا انه بيأثر في شكل الموجه الجاذبيه. تمام. هنا من ضمن العوامل اللي حضرتك ذاكرها بتقول لي ايه بتساوي 4 44 من 100 في فاي في اف في زد في بي اف وفي دي اف. تمام. جت منين حكايه ال 4 44 من 100 بدون الاثباتات الرياضيه اللي ممكن تتعب ابنائنا الطلبه وممكن تسبب لنا مشاكل معاهم، يعني بتبقى دايما حته صعبه وهو الاثبات مش مطلوب من الطالب. شكل الموجه الجاذبيه ليه معامل، المعامل بتاع الموجه الجاذبيه بيساوي اللي هو معامل الشكل بتاعنا 1.11 من 100. تمام. اللي هي القيمه الثابته بالنسبه له في الناتج، القيمه الفعاله على القيمه المتوسطه. تمام يا استاذ. المعامل الشكل اللي هو بيساوي 1.11 من 100 بيخش معانا في حسابات المعادله بتاعتنا. تمام. بالتبعيه احنا بتظهر معانا رقمين اللي هو عدد الاجناب بيظهر معانا 2، يبقى لما بضرب 2 في الاثنين المكرره تاني بتبقى 4، 4 في 1.11 من 100 بتساوي 4 44 من 100. تمام. طب يا استاذ انا محتاج احل اكون فاهم الجزء ده تبقى عارفه، انما حافظ اثباتاته؟ لا مش حافظ اثباتاته، يعني اكون فاهمه على الاقل عشان لما يتسال فيه او يبتدي لسبب واحد بس يا استاذ. تمام. انا عايزك تعرف ال 4 44 من 100 داخل فيها رقم واحد اللي هو 1.11 من 100 اللي هو معامل الشكل للموجه الايجابيه. معامل الشكل للموجه الايجابيه بيأثر معايا في معامل، بيأثر في معامل التوزيع ومعامل الخطوه. يبقى من ضمن المعاملات انا معايا خمس معاملات الاساسيين. تمام. اللي هو البي اف والدي اف والفيض المغناطيسي اللي هو الفاي والزد اللي هو عدد اللفات والاف اللي هو التردد. تمام. في عامل سادس مش موجود، مش ظاهر في المعادله او اسمه مش موجود اللي هو معامل الشكل للموجه الجاذبيه. هم دول الست عوامل اللي بيأثروا معايا. يبقى لما يجي يقول لي اذكر العوامل المؤثره في قيمه قفد الكاف المستنتجه في المولد هقول له 1 2 3 4 5 6 اذكر المعادله، يبقى انا جاوبت كده الاجابه الكامله. طيب نجاوب هذا الكلام دلوقتي استاذ عمرو على شاشتنا الجميله بالكلام اللي حضرتك قلته. قلت ان معامل التوزيع، معامل خطوه، التردد، الفيض المغناطيسي، عدد اللفات لكل وجه، وفي الاخر رحت حضرتك كاتب معامل الشكل للموجه الايجابيه ولو انه مش مذكور في المعادله. تمام. يعني هنا قلنا معامل التوزيع ومعامل خطوه الدي اف والبي اف.
التردد اللي هو الاف في الفريكوانسي بتاعي، الفيض المغناطيسي عدد اللفات لكل وجه اللي هي الزد. هنا تحت مفيش رمز لمعامل الشكل الموجه الجايبيه الا اللي يدل عليه اللي هي الاربعه هو اربعه اصل هو اربعه داخل ضمن ضمن جوه الرقم. الحسابات. تمام. طب حضرتك ده كده هنخش على جزئيه تانية، وهرجع للسؤال اللي حضرتك كنت بساله من دقيقه واحده او دقيقتين. العوامل المؤثره في قيمه القوه الدفع الكهربائيه حضرتك قلناها اللي موجودين عندنا على شاشتنا جميعا. لو جيت قلت العوامل المؤثره في قيمه جهد المولد التوافقي، هل ده هنكمل على نفس السؤال ونتكلم عليه؟ بص يا استاذ جمال، احنا لازم نعرف ان في حاجه عندنا اسمها قفض الكاف، ايوه وفي حاجه عندنا اسمها جهد المولد. تمام، هل في فرق بين الاثنين؟ اه في اكيد فرق طبعا بين الاثنين. اكيد. طب ايه هي قفض الكاف وايه جهد المولد؟ احنا بنقول دايما قفض الكاف هي ايه؟ عباره عن القوه، يعني قفض الكاف هي القوه الدفع الكهربيه اللازمه للتغلب على على المقاومات الداخليه والمخاطيه. والمقاومات الخارجيه في نعم الدايره الكهربيه، ولا تسمى مرور التيار في الدايره. تمام، يعني هي القوه الدفع الكهربيه اللي بتسبب لي مرور تيار في الدايره الكهربيه متغلبا على المقاومات الداخليه والمقاومات الخارجيه. اللي طب انا بستفيد منها من المولد اصلا. نفسر يعني ايه، تمام عشان مش معقوله طالب خريج دبلوم مش فاهم يعني ايه قفض الكاف. تمام احنا قلنا هي عباره، ناخد التعريف واحده واحده كده استاذ جمال. قفض الكاف المستنتجه او قفض الكاف بتاعت اي حاجه حتى بتاعت عمود البطاريه اللي موجود عندنا في البيت عباره عن ايه؟ عباره عن القوه او الشغل اللازم او القوه الدفع الكهربائيه اللازمه لامرار تيار كهربي متغلبا على المقاومات الداخليه والمقاومات الخارجيه. قفض الكاف احنا خلاص فهمنا او المقصود منها ايه، التيار الكهربي معروف شده التيار بتاعتنا اللي بتقاس بالامبير. المقاومات، في مقاومه، المقاومات بالاوم. امال ايه حكايه داخليه وخارجيه دي بقى؟ انا لو جوه الاله في مقاومات، جوه الاله مقاومات السلك اللي محطوط جوه الاله، اللي هي ما مقاومات بتخليش الجودة، ما الملفات اللي بتخليش محطوطه جودة جوه الآلة الاله. يعني. هنا المفاقيد دي معنى زي حضرتك الكلام بنقول برضو عشان أبنائنا وبناتنا يفهموا هذا الكلام، إن بنقول إن الجودة عمرها ما هتبقى 100% لأن في مفاقيد داخل الآلة. لا هي انا يعني المفاقيد انا لسه ما والمقاومات اللي أنا وصلناش بتكلم، لمرحله الجوده لا قوي. أنا بتكلم دلوقتي حضرتك بتقول القوة الدفع الكهربية التي تتغلب على المفاقيد الداخلية لا مش انا، احنا يعني برضه عشان نبقى المقاومات، نخليها المقاومات عشان المقاومات نبقى اكثر تحديدا الداخلية يعني. اللي هي المقاومات الداخلية في الآلة والمقاومات الخارجية. اه ايه بقى حكايه المقاومات الداخليه؟ احنا قلنا المقاومات الداخليه اللي هي عباره عن المقاومات بتاعه الملفات اللي انا حاططها في الاله، تمام يعني الملف اللي بيطلع لي الكهرباء في مقاومه، ليه اكيد مقاومه، طبعا. فدي مقاومات داخليه. امال ايه المقاومات الخارجيه؟ المقاومات الخارجيه عباره عن مجموعه المقاومات التي تتمثل في الاحمال التي اتعامل معها. تمام بالبلدي انا لو افترضت ان ده حاجه، ده حجر بطاريه، القلم ده مش قلم، ده حجر بطاريه عادي زي اللي احنا بنستخدمه في ساعه، في مروحه، في اي حاجه موجوده عندنا في البيت. حجر البطاريه ده انا ممكن اجي احط عليه لمبه على الطرفين بتوعه كده، تمام تمام. حجر البطاريه اللمبه اللي بره دي عباره عن مقاومه خارجيه كويس. ليها قيمه ان شاء الله نص اوم، ان شاء الله ربع اوم. والحجر نفسه من جوه مكوناته ليها مقاومات القوامة الداخلية بتاعته. اللي هي المقاومه الداخليه. يبقى انا عندي تمام. نوع مقاومه، حتى احنا كنا دايما بنرمز لها بالرمز ميم دال والرمز ميم خاء، ميم قاف. تمام. ده الكلام في اللغة العربية، اه ده ميم دال لو وميم ده بالانجليزي اللي هي كنا بنقول المقاومة اه الداخلية الار للعمود اي والار والمقاومة اوت، الخارجية اللي هي مقاومة الحمل تعتبر بالنسبة لي. تمام يا استاذ جمال. تمام. يبقى انا عندي قفض الكاب بتخليني تمرر تيار يتغلب لي على المقاومتين دول، المقاومه تمام. الداخليه والمقاومه الخارجيه. دي عباره عن قفض الكاف. لا بس في حاجه تانية انت قلت قفض الكاف دي اللي معدلتها بس 4 44 من 100 في في تمام. زد في بي اف والعوامل دي المؤثرة فيها اللي هي بتيجي من المعادلة. اللي هم السته. تمام. طب في حاجه تانية غير قفض الكاف؟ اه احنا العوامل اللي هي اتكلمنا بقى عن جهد جهد المولد. المولد. يبقى انا عندي نوعين من العوامل بتعامل معاهم السنه دي، العوامل تمام. المؤثره في قفض الكاف والعوامل المؤثره في جهد المولد. عرفنا ايه هي قفض الكاف؟ نشوف هو بقى جهد المولد. تمام. ايه بقى هو جهد المولد؟ جهد المولد ايوه. هو عباره عن الجهد على اطراف الاله نتيجه طرح المقاومات المفقود جوه الاله من القوه الدفعه الكهربيه. تمام. لا ده احنا هنعقدها، مش هنعقدها ولا حاجه. انا عندي مولد المفروض ان هو بينتج 380 فولت. قاف ده الكاف المستنتجه رياضيا بالحسابات، 380 بالحسابات 380 بدون اي مفاقيد جوه الاله 380، ده لما يكون مولد مثالي. ولنفترض مولد يعني احنا اصل بنتكلم، ما انت حضرتك بتقول 380 بدون مفاقيد، لا يعني لا لا مولد اصل مثالي. 380 ده بالنسبه لي رقم اعتباري. تمام 100 فولت تمام ايا كان. ايا كان تمام ده اللي المفروض بالحسابات موجود جوه الاله من تمام غير اي مقاومات. لما اجي يطلع جهد، طبعا الاله ليها اطراف اللي هي ال1 وال2 وال3 او ار واس وتي او الطرفين ال وان لو كان وجه واحد. اللي هيطلع على الطرفين بره دول، اللي انا هقيسهم على الطرفين بره دول بالفولتميتر بتاعي، هو ده اللي بسميه الجهد بتاع الاطراف. يبقى في جهد اطراف
وفي قوة دفع وفي كهربائي. قوة دفع كهربائية. في بهض فرق. الأطراف عبارة عن القفدة الكاف دي بتساوي إيه؟ القفدة الكاف بهض أطراف نقص مضاف عليه الجهد الجهد زائد اللي هي المفقود. الجهد المفقود في المقاومات الداخلية اللي تمام. موجودة في الآلة نفسها. يبقى أنا عندي دلوقتي ببساطة شديدة حاجة اسمها قفدة الكاف، تمام. حاجة اسمها جهد مولد، وحاجة اسمها جهد مفقود. لو جمعت الجهد المفقود جوه مع قوة الآلة دفع على كهربائي. القوة على جهد المولد المولد يديني قوة دفع يديني كهربائي. قفدة دفع الكهرباء. لو طرحت الجهد المفقود من قفدة الكاف جهد الأطراف، صح. جهد الأطراف بيطلق عليه جهد الأطراف، أو بيطلق عليه جهد الخارج، أو جهد المولد، أيا كانت التسمية بتاعته. لما أجي أقول لك اذكر العوامل المؤثرة في قيمة جهد الأطراف أو جهد الخارج أو جهد المولد، هيبدأ يذكر لي الأربع عوامل اللي إحنا قلنا عليهم. هناك كنا حسب قانون بنقول ستة فرضاي. بقى. هناك كنا بنقول ستة. حسب الرموز اللي موجودة. ستة في معادلة قفدة الكاف المستنتج، لا تمام. هم هنا أربعة. طب حضرتك لو قلنا الإجابة بتاعت نص السؤال الثاني بالنسبة لنا، لأن السؤال الأولاني قلنا استنتاج القوة الدافعة الكهربية، وقلنا العوامل المؤثرة حوالي ست حاجات وقلناهم وشافوها على شاشتنا جميعا. سليم. لو جيت قلت العوامل المؤثرة في قيمة جهد المولد التزامني، لو أنا طالب وحافظ قانون فرضاي أرجع له؟ هو طبعا ممكن ارجع له، بس انا كطالب يعني ايه، احنا بنحاول طبعا، ده الاساس ما ان انا انا بقول ارجع لحضرتك، لقانون انا الفرضاني. معذره في اللفظ، انا بحاول اسهل على ابنائنا وبناتنا. انت بتقول اذا قطع يعني في حركه، معنى ذلك ان سرعه المولد مؤثره في قيمه جهد المولد. رقم اتنين موصل. تمام. رقم ثلاثة كثافه الفيض. طب ما كثافه الفيض مين اللي بيعملها؟ تيار التغذيه. يبقى انا جبت حاجتين. انا بقصد ان انا بسهل على ابنائنا، ان انا لو رجعت القانون فرضاي ممكن اطلع منه العوامل المؤثره في قيمه جهد المولد. يبقى احنا هنقول هنا سرعه الاله المولد، احنا عارفين ان لازم له اله مديره، يبقى سرعه الاله المديره او سرعه المولد. رقم اتنين قلنا تيار التغذيه جايه من كثافه الفيض بالنسبه لي. رقم ثلاثة انا هاخد جهد المولد هغذي بيه. تمام. هنا هغذي بيه فين؟ قال لي هنا تتوقف على نوع الحمل، ونوع الحمل طبعا عندنا احمال كتير، ثلاث انواع. طيب نوع الحمل وايه كمان عليه؟ قلنا هنقول قيمة تيار الحمل. يبقى عندنا هنا أربع عوامل اللي هي سرعة الآلة المديرة، تيار التغذية، نوع الحمل، وقيمة تيار الحمل. إحنا قلنا هنا أربعة. تمام. في القوة الدفع الكهربائية قلنا ستة. هل في تطابق ما بين الاتنين؟ دي عملية حسابية، وده شرح للآلة من داخلها. مش إحنا عملنا كده؟ طيب الإجابة بالنسبة للسؤال عندي القوة الدافعة الكهربية والعوامل المؤثرة في جهد المولد التأفقي. هنا ست حاجات وهنا أربع حاجات. إيه اللي يربط ما بينهم؟ اللي هي المفاقيد الداخلية زي ما حضرتك تفضلت، اللي موجودة في داخل الآلة التزامنية. حضرتك لو في تعليق تاني، هل نقول العلاقة بين العوامل المؤثرة في جهد المولد وقيمة الجهد نفسه سواء بتناسب طردي أو تناسب عكسي؟ احنا دلوقتي حضرتك تفضلت وقلت ان انا عندي اربع عوامل اساسيه بتاثر في قيمه جهد الاطراف للمولد او جهد الخارج للمولد. يمكن دي اللفظ اللي انا بفضل ان انا نتعامل معاه مع ابنائنا الطلبه، جهد الخارج او جهد الاطراف للمولد. تمام. وربطتها بقانون فرضاي الاولاني الاساسي بالنسبه لنا او الاولي. هنقول احنا عندنا اربع عوامل اساسيه. تمام. اول عامل عندي سرعه الاله المديره، وبعد كده تيار التغذيه، نوع الحمل، وقيمة التيار. وقيمة تيار الحمل. تمام. كل واحد من دول ليه حكاية معانا. حضرتك بالنسبة دي حكاية بالنسبة للتناسب العكسي والطردي، ولا بالنسبة لتأثيره على جهد المولد؟ تأثيره وتناسبه عكسه وطردي، يعني أصل ما ينفعش أقول إيه؟ نعم. إن أنا عندي مثلا سرعة الآلة المديرة بتأثر، طب تمام. بتأثر إزاي؟ بتأثر بالزيادة ولا ولا بالنقصان؟ بالنقصان؟ تمام. يعني إيه؟ يعني لما السرعة تزيد الجهد ده هيزيد ولا هيقل؟ تمام. طب لو السرعة زادت الجهد هيزيد، السرعه قلت الجهد هيقل، يبقى في تناسب بين هل الاثنين في طرد كل وعكس. الحالات تمام. هيبقى في تناسب طردي كده، ولا هيبقى عندي تناسبات تمام. طرديه وتناسبات عكسيه؟ تمام. وفي حالات ما اقدرش احكم فيها على تناسب طردي ولا تناسب عكسي. نبدا نمسك عامل عامل منهم كده يا استاذ جمال، ونقول تمام. اول عامل عندنا اللي هو سرعه سرعة المولد. الاله المديره. نعم. اللي هي السرعه سرعه الاله بدور بيها المولد. تمام. لان دي بتاثر لي في اكتر من حاجه. تمام. طب لو قلنا على شاشتنا الجميله هنا سرعه المولد، الإجابة بتاعتنا بتقول تزيد قيمة القوة الدفع الكهربية المستنتجة كلما زادت سرعة الآلة التي تدير المولد، وتهبط كلما نقص. ده تناسب طردي. يبقى أول حاجة بالنسبة لي اللي هو سرعة الآلة المديرة تناسب طردي مع قيمة القوة الدفع الكهربية. قبل ما ننقل تمام، هيجي طالب يقول إيه؟ وإيش دخل السرعة؟ يا سيدي السرعة بلاش خالص،
قانون التردد بيقول ايه؟ الاف بتساوي البي في الان على 2 في 60 الاف بتساوي البي في في الان الان على على 2 في 60 اللي هي على ال 120. تمام. طب ما الاف دي متحكمت بالسرعه والاف داخلالي في معادله قفزه الكاف المستنتجه، تمام. يبقى ما تستغربش عامل، يعني حتى لو العامل ده يعني عشان ابنائنا الطلبه في بعض الاحيان بييجوا يتناقشوا في النقاط بتبقى غايبه عنهم في بعض الاحيان، هو بيقول لي ايه؟ التردد، ايش دخل التردد في قيمه الجهد؟ انت بتكلمني عن التردد، لا في علاقه، في علاقه ما بين الجهد وما بين التردد، ما هو التردد ما بين السرعه وما بين الجهد برضه، هو التردد ده جاي منين؟ مش نعم جاي من نتيجه سرعه؟ تمام. والسرعه دي كل ما السرعه هتزيد التردد عندي هيزيد؟ تمام. يبقى انا معنى كده ان انا بتعامل مع سرعات بتاثر في ترددات، يبقى بالتبعيه ما دام التردد السرعه هتاثر يبقى التردد هياثر، يبقى قيمه الجهد القفزه الكام بتاعتها هتاثر، يبقى جهد المولد هيتاثر. طب ما في هنا التناسب، تناسب ايه؟ طردي. طردي، بمعنى ان كل ما الجهد كل ما السرعه هتزيد كل ما الجهد بتاعي هيزيد. طب ما نقولها بطريقه ابسط من كده يا استاذ عمرو، يعني حتى نجيبها للناس اللي يعني في الكهرباء خالص. انت حضرتك لما بتيجي تركب عجله وفيها دينامو صغير، كل ما بتزود السرعه الاضاءه بتاع اللمبه الصغيره بتزيد. تمام. يعني انا كل ما ازود السرعه الاضاءه عندي بتزيد، معنى ذلك ان السرعه مؤثره معاك تناسبي. طب انت لو لا بطلت انا احنا بنحكم هنا في ايه؟ انا يعني بالقوانين بتاع احنا بالطرد. لينا قوانيننا، لان تمام. احنا انا في انا معادلات بقول هشتغل معاها رياضي. ببسطها بس مش اه اكتر. ماشي، بس انا في معادلات هشتغل معاها رياضي، المعادله الرياضيه بتقول ان التردد داخل في قيمه قفزه الكاف، تمام. بالتبعيه بما ان التردد داخل في قيمه قفزه الكاف يبقى السرعه هتاثر في قيمه التردد، هتاثر في قيمه القوه الدافعه الكهربائيه وبالتبعيه الجهد، طيب وهنا التناسب طردي دي اول عامل. اول عامل اللي هو سرعه المولد، ثاني عامل عندنا اللي هو تيار التغذيه. تيار التغذيه من حسب قانون فاراداي اذا قطع او اذا تحرك موصل او اذا قطع موصل ساعه مغناطيسيه. خلاص. الساعه المغناطيسيه اللي هي كثافه الفيض، اللي هي بنقولنا قبل كده ان هي ملفات الاقطاب اللي احنا هنغذيها بتيار مستمر، وشرحنا هذا الكلام في حلقات سابقه وقلنا ان في عندي اربع طرق للتيار المستمر. تيار التغذيه انا كل ما ازود تيار التغذيه اوتوماتيك حتى لو انا ما بعرفش في الكهرباء، كل ما زود تيار التغذيه الفيض هيزيد، وبالتالي المفروض ده حضرتك بقى المفروض ان هنا القوه الدافعه الكهربائيه بتاع المولد هتزيد برضه تناسب طردي. يبقى انا عندي سرعه الاله تناسب طردي مع القوه الدافعه الكهربائيه، تيار التغذيه برضه تناسب طردي مع القوه الدافعه الكهربائيه المستنتجه بالنسبه للمولد. تعليق بالنسبه لتيار هو في التغذيه. يعني في ممكن تلاقي طالب دلوقتي عمال لو بيسمعنا واحنا بنقول يقول ايه؟ تيار التغذيه يزيد الفوضى هيزيد، يعني هنفضل ماشيين كده وقفزه الكاف هتزيد. اه يا عم الحاج بس انا مش ناسي ان انا هقول لك ان احنا نوصل لسه لما في بعد يسمى كده بحاله التشبع. لسه لسه اللي هي لسه حاله عندي ما يسمى بحاله التشبع، احنا جايين لها في حالات اللي تحليل هي خواص المولد المولد ذات اللي نفسها، هي في خواص خواص المولد. المولد. يبقى طيب احنا هنتفق مبدئيا ان كلما زاد تيار التغذيه زاد جهد اطراف المولد، يبقى في تمام. علاقه طرديه ما بين تيار التغذيه وتيار جهد وجهد المولد. بس تيار التغذيه ده قد يطلق عليه في بعض الاحيان تيار الاثاره، وقد يطلق عليه في بعض الاحيان تيار الاقطاب، وقد يطلق عليه في بعض الاحيان تيار المجال المغناطيسي تمام. او تيار المجال. يبقى او يعني اللي هو الاي اف، اي لفظ يدهوني اي لفظ يدهوني عن تيار التغذيه من الاربعه اللي احنا قلنا عليهم شغال معايا. فهو تيار تغذيه، تمام. تيار تغذيه هو تيار تغذيه. تمام. تيار اثاره فهو فعلا تيار الاثاره. تمام. تيار المجال المغناطيسي هو تيار المجال المغناطيسي او تيار الاقطاب. او تيار الاقطاب فهو تيار الاقطاب. يبقى اي لفظ عن تيار التغذيه هو نفس اللفظ اللي احنا بنقصده العلاقه في علاقه طرديه. يبقى احنا خدنا دلوقتي عاملين يا استاذ جمال من تمام. الاربع عامل عندنا سرعه الاله المديره وده تناسب طردي، وتيار التغذيه او تيار الاثاره وبرده تناسب طردي. طيب نشوف العامل اللي بعد كده اللي حضرتك العامل اللي جايزه عندنا لنا. بعد كده اللي هو قيمه تيار الحمل. قيمه تيار حمل القيمه بتاعته قد ايه؟ هتاثر في المقاومات والماديه للمواصله جوه قد ايه؟ لو انا طالب وما بعرفش حاجه خالص هقول ان انا كل ما ازود الحمل كل ما جهد الاطراف هيبتدي يقل. طب بناء على ايه؟ انا عندي هنا بتزيد الممانعات التوافقيه والمقاومه الماديه داخل الموصلات في الاله. تمام. يبقى انا عندي الاولانيه سرعه الاله المديره، تيار التغذيه رقم 2 دول تناسب طرد، رقم 3 قيمه تيار الحمل. يعني اوتوماتيك ابنائنا وبناتنا عندهم الكياسه ان هم يفهموها على طول بسرعه ان قيمه تيار الحمل المفروض ان هو تناسب عكسي مع الجهد على اطراف المولد. ده بيتوقف على العامل الرابع اللي هو نوع الحمل. يعني احنا بدأنا بقيمة تيار الحمل ثم هنقول العامل الرابع اللي هو نوع الحمل. قبل ما ننقل على العامل الرابع بقى، طيب حضرتك ماشي. كده ذكرت ثلاث عوامل. تمام. عامل الاولاني اللي هو سرعه الاله المديره ده تناسب طردي. تمام. العامل الثاني تيار التغذيه او تيار الاثاره او تيار الاقطاب وده تناسب طردي.
يعني الزياده في اي في العامل ده بتؤدي لزياده في جهد المولد. العامل الثالث اللي هو تيار الحمل اللي هو بيتاثر بالحمل اللي انا بشغل عليه المولد تناسب عكسي، يعني كل ما يحصل زياده في تيار الحمل كل ما يحصل نقص في جهد الاطراف، والعكس الصحيح كل ما يحصل نقص في جهد في تيار الحمل يحصل زياده في جهد الاطراف. تمام. الرابع العامل الرابع بقى اللي ما يطلق عليه نوع الحمل. يعني نوع الحمل عندي يبقى فيه ثلاثة مش هيبقى نوع حمل واحد. طبعا. لان في عندي حمل مادي وحمل استنتاجي وحمل سعوي. اللي هو الحمل المادي والحسي والسعوي او المقاومات والملفات والمكثفات، مش كده برضو؟ طب ما هي حضرتك برضه، انا برضه نكمل الالفاظ مع ابنائنا وبناتنا. حضرتك قلت حمل مادي اللي هي المقاومات، والحمل الحسي انا قلت حسي، وحضرتك قلت استنتاجي. استنتاجي. طب ما في تأثيري. هو يبقى هنا عندي الحمل الحسي او التأثيري او الاستنتاجي الثلاثة حاجة واحدة، الرابعة اللي حضرتك قلتها اللي هي الملفات. يبقى أول واحدة الحمل مقاومات. السعوي. تمام. المقاومات رقم اتنين، الحمل الحسي أو التأثيري أو الملفات. رقم ثلاثة اللي هو الحمل السعوي أو بنقولها المكثفات. المكثفات. أبنائنا وبناتنا درسوا العوامل أو كيفية تقدم أو تأخر معامل القدرة في الصف الثاني في مادة الآلات. الكلام ده يعني أذكروه على توصيل المكثفات والملفات على التولي التوازي. الكلام ده أكيد عارفين يعني إيه تقدم ويعني إيه تأخر. طيب في سنة ثالثة اللي هم حاليا فيها ربنا يوفقهم جميعا، ايه تأثير التقدم والتأخر بالنسبة لنوع الحمل على أطراف المولد؟ يعني عندنا الثلاثة، حضرتك هنبتدي بالحمل الايه؟ ايا كان الثلاثة متساويين بالنسبة لنا، بس نعرف حكاية التقدم والتأخر. تمام. احنا بنقول ايه؟ أنا عندي في الكهرباء بتعامل مع كميتين أساسيتين اللي هم الجهد تمام والتيار. تمام. دول الكميتين الاساسيتين بتوع اللي انا من ضمن اللي هم الكميات على اللي انا شكلهم بتعامل شكل معاها. الموجه الجاذبيه. بس اللي انا لما باجي اتعامل مع بتعامل مع الكهرباء بتعامل مع، حتى الناس كلها تعرف الجهد اللي هو بيتقاس بالفولت 220 فولت، وكلنا بقينا شاطرين حتى الناس العاديه بقت شاطره في حته 220 فولت واللي اقل من كده. تمام. تاني حاجه التيار اللي هو ما يطلق عليه عند العامه الاحمال. تمام. لان انا التيار بتاعتي الاحمال بتاعتي بتتوقف، او التيار الكهربي بتاعي بيتوقف على، او شده التيار بتتوقف على مجموعه الاحمال اللي عندي. تمام. كل ما الاحمال تزيد كل ما شده التيار اللي عندي هتزيد. تمام. يبقى كده انا عندي طريق حاجتين اساسيتين، الجهد والتيار. احنا عندنا في الكهرباء بنجيب علاقات موجيه او منحنيات بينهم، منحنى الجهد ومنحنى التيار. الموجه بتاعتنا موجه جاذبيه وكل ابنائنا عارفينها. تمام. ففي موجه جاذبيه للجهد وموجه جاذبيه للتيار. تمام. او منحنى موجه للجهد ومنحنى موجه للتيار. لو افترضنا ان موجه التيار وموجه الجهد الاثنين اللي معايا دول، تمام، لو الاثنين في حاله اتفاق وجهي، في حاله اتفاق وجهي يعني الزاويه اللي بينهم بتساوي صفر، يبقى انا بقول ان انا عندي الحاله اللي عندي الحاله دي حاله اتفاق وجهي، وزاويه الوجه بين الجهد والتيار بتساوي صفر، ودي لا تحدث الا في حاله المقاومات الماديه فقط. دي زي السخانات. يبقى انا بقول واللمبات العاديه. اللمبات العاديه اللي هي وهنقول 60 واط و100 واط. من الحالات اللي هي يعني حاله اساسيه في حاله المقاومات الماديه فقط. تمام. يبقى انا عندي اول حاله عندي يعني ايه حاله اتفاق وجهي او عدم اتفاق وجهي او زاويه وجه، ان انا عندي جهد وتيار او منحنى جهد ومنحنى تيار الاثنين، وطبعا ابنائنا الطلبه يمكن عشان كده رسموا الموجات ما عندناش الكلام ده وجبناه على رسومات او على العرض بتاعنا البرزنتيشن بتاعنا على اساس ان هم درسوا في سنه اولى وخدوا في سنه ثانيه. تمام. ان بس احنا بنذكروا بيه موجه التيار موجه الجهد لو كانوا الاثنين في حاله اتفاق وجهي يعني ما فيش بينهم زوايا، في الحاله اللي زي دي بنقول احنا في حاله اتفاق وجهي ولا تحدث هذه الحاله الا في حاله المقاومات الماديه. تمام. الحاله الثانيه حمل الحسي، يا اما عندي حمل حمل حسي يا اما حمل سعوي على حسب نوع الحمل. الحمل الحسي او الحمل الاستنتاجي او الحمل التأثيري او الملفات او الملفات ايا كان، في الحاله اللي زي دي بيكون الجهد سابق التيار بزاويه 90 درجه، يعني منحنى الجهد سابق منحنى التيار بزاويه 90 درجه والعكس بالنسبه للمقاومات. يبقى في الحاله الاولى كده، الحاله الاولى قلنا حاله اتفاق وجهي. تمام. دي في المقاومات. الحاله الثانيه في زاويه وجه ما بين الجهد والتيار، والتيار اللي عندي مقدارها 90 درجة. تمام. زاوية وجه ما بين الجهد والتيار مقدارها 90 درجة. الزاوية دي ده في حالة الحمل الاستنتاجي. تمام. يبقى الجهد سابق التيار بزاوية 90، منحنى الجهد سابق التيار بزاوية 90. دي في حالة الحمل الاستنتاجي. هنا تظهر معايا زاوية وجه. تمام. طب وفي الحالة الثالثة أنا عندي حمل سعوي اللي هي المكثفات. في الحالة دي هلاقي في حالة المكثفات التيار يتقدم شدة التيار اللي هي الأي سابقة الجهد بزاوية 90 درجة.
يبقى انا عندي حاله اتفاق وجهي، جهد التيار في حاله اتفاق تمام زاويه صفر، دي في حاله المقاومات. الحاله الثانيه في حاله الملفات اللي الاستنتاجي او التاثيري بتاعي، الجهد سابق التيار بزاويه 90. الحاله الثالثه التيار سابق الجهد بزاويه 90 اللي هي في حاله المكثفات 90. طب ايه التاثير؟ احنا بقى بنقول ايه؟ ان نوع الحمل بقى بيأثر على الجهد اللي عندي. هل تأثير الجهد في الحالة المادية يعني في حالة المقاومات هيبقى زي المكثفات زي الملفات؟ بالتأكيد لا. اكيد لا. حضرتك في الكلام برضو هنقوله مع ابنائنا وبناتنا على الشاشة، ان احنا نقول كل حمل بيأثر ازاي سواء ياريت. عامل قدرة، وبعدين كمان نشوف المنحنى بالنسبة منحنى زيادة الكود او نقصان حسب نوع الحمل. ما احنا اللي احنا قلنا ده، احنا قلنا يعني اتفاق وجهي وحكايه زاويه الوجه بس، تمام. انما ما وراء ذلك وتاثيره اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي اللي هو صميم المنهج بتاعنا. طيب بالنسبه لي نوع الحمل الذي مع شاشتنا الجميله شاشه التلفزيون المصري، نوع الحمل الذي يغذى من اطراف المولد معامل قدره الحمل. اولا الحمل الاستنتاجي معامل قدره متاخر، الحمل السعوي معامل قدره متقدم. طبعا استاذ عمرو بين معنى كلمه تاخر او تقدم بالنسبه للتيار والجهد. الحمل المادي معامل قدره بيساوي الوحده. ايه رايكم في الرسم اللي ظهرت على شاشتنا هنا وهنبين كل شيء بالنسبه لنا؟ لو خدنا بالنا ان النقط ديت اللي هي تعتبر جهد المقنن اللي انا هقول من المولد هيطلع منه 380 220 على حسب ده الجهد اللي قال عليه. طيب لما ابتديت خد بالك العلاقه في المنحنى اللي عندي ما بين الجهد ومين؟ وتيار الحمل. ابنائنا وبناتنا انا عندي تيار الحمل فوق خالص الجهد اللي عندي، يبقى العلاقه بين تيار الحمل والجهد المقنن اللي عندي. طيب لو انا حبيت ان انا اغذي او عندي معامل قدره بيساوي الوحده اللي هي المقاومات، خد بالك معايا كده البي اف معامل قدره، الجهد بيقل بس بيقل بمقدار، الجهد بيقل بس بيقل بمقدار ايه؟ صغير شويه من الجهد المقنن. نلاحظ كده ابنائنا وبناتنا. طب لو انا اديت حمل حسي لو معامل قدره متاخر، بص الجهد اقل قد ايه؟ الجهد اقل عن الجهد المقنن قد ايه؟ كل ما بيزيد الحمل كل ما الجهد عمال يقل معايا. طيب تعالى نعكس وندي حمل سعوي اللي هو معامل قدره متقدم، انا زودت بقى متقدم اللي هو الباور فاكتور فوق خالص تقدم، بص هنا معامل قدره تقدم الجهد ابتدى يزيد، الجهد ابتدى يزيد. هنقولها تاني مع ابنائنا وبناتنا هذا المنحنى لان مهم جدا في شرحنا. الجهد المقنن عندي بالنسبه لي اهو معامل قدره بيساوي الوحده الباور فاكتور، هتلاقي الجهد بيقل حاجات بسيطه جدا نتيجه المفاقيد اللي موجوده. طيب لو انا غيرت الحمل المادي حطيت حمل حسي يعني معامل القدره ماله؟ تاخر. بص الجهد بيقل ازاي؟ بيقل جامد جدا معاك، كل ما بتزود تيار الحمل الجهد عمال يقل. طب لو عكست خد بالك كده كده عكست رحت فين؟ طلعت فوق، معامل القدره ماله؟ كل ما بزود تيار الحمل الجهد بيعمل ايه؟ بيزيد معايا. يبقى عندي زي ما شرحناه مع الاستاذ عمرو هنا ان انا عندي ثلاث انواع من الاحمال، الحمل المادي والحمل الحسي والحمل السعوي. شفنا تأثير هذا الكلام على المنحنيات. خد بالك ان مفيش مولد يشتغل وجهده ما يقلش او يزيد الا في حاله واحده، اذا كنت مشغله بدون حمل عشان تطلع منه قيمه تيار او الجهد المقنن. دي بالنسبه لنا الامر المنحنى الخواص اللي عندنا بالنسبه لنوع الاحمال. قبل ما ننقل على قبل الجزء اللي بعد كده يا استاذ جمال، هو في ملحوظتين. احنا قلنا عندنا انواع الاحمال حمل مادي وحمل حسي وحمل سعوي. مقاومات، ملفات، مكثفات. تمام. مفيش حمل تقريبا منفرد. يعني انا لو جبت ملف وقلت ده ملف ده حمل حسي او حمل سعوي، في داخله مقاومات ماديه. الملف اللي انت جايبه ده في حد ذاته في حد ذاته عباره عن ليه السلك بتاعه ليه مقاومه ماديه، يبقى بقى مقاومه ماديه ومقاومه استنتاجيه. بقى اتنين بقى الار والاكس ال. يعني لسه حضرتك لسه قايلها الار والاكس ال. طب ما الكلام ده مع بعض خدوه ابنائنا وبناتنا في دوائر. لا انا لا لا احنا عايزين نلفت النظر لحاجه يا استاذ جمال، ان ما يعني ما اعتقدش الطالب ان انا هيجي حمله منفرد لوحده. لا يوجد حمل منفرد. يعني هو غالبا يعني يمكن الحمل المادي في بعض الحالات الشاذه اللي هو مثلا ايه في اللمبات في السخانات في الحاجات اللي زي كده ممكن بنقول عليه حمل ايه مادي. ما فيهوش مثلا مقاومات ما فيش مقاومه استنتاجيه ولا حسيه يعني يدي لك مجال مغناطيس يعني هو غالبا نعم يا مادي وحسي يا مادي وسعوي يا الثلاثه مع بعض. يعني الحمل اللي انا هاجي اشغله
يا اما حمل مادي وحمل حسي، يا اما حمل حسي وحمل حساء وحمل مادي، يا اما ثلاث احمال مع بعض. دي تمام كانت اول ملحوظه بس بناكد على الابنان الطلبه. الحاجه الثانيه بقى، نعم انا هقرص ابن ابنائنا الطلبه كده، هو عرف او خد ان لما احط حمل سعوي الجهد هيزيد، خد حمل استنتاجي الجهد هيقل، في حاله الحمل المادي هيقل بمقدار بسيط. تمام وقلنا الجهد بيحصل له كده نتيجه الحمل اللي انا حطيته تمام وتاثير الحمل السعوي والحسه. هو ايه اللي بيحصل جوه يعمل كده؟ ببساطه شديده جدا نقول له ان انا عندي جوه الاله اقطاب بتولد مجال مغناطيسي. انا لما بحط على المولد من بره حمل استنتاجي بينشأ عندي مجال مغناطيسي مضاد للمجال الاصلي بتاع الاقطاب، مما يؤدي لتقليل قفز الكهف طب النشائي بنقولها بالمولد. بطريقه ثانيه يا الظاهر عشان ما تدخلش الدنيا كلها، الحاجه تاثير الثانيه، رد فعل عضو الاستنتاج. لا لسه غير تاثير رد ما انا فعل عضو بقول لك هيبقى الاستنتاج. داخل فيه، هيبقى لا داخل لا لا فيها. لا يا استاذ جمال، لسه ده قبل برضو الجزء بتاع تاثير رد فعل عضو الاستنتاج، عشان مش عايز اوسعها عليه، انا عايز اخدها واحده واحده كده. احنا بنقول ببساطه بس. لا احنا بنقول ايه؟ نتيجة ان انا عندي المجال المغناطيسي اللي عندي في الآلة من جوه اللي هو في الاقطاب بتاعتي من جوه فيها يتولد فيها مجال رد، مجال نتيجة معاكس. نتيجة ان انا بحط ملفات من بره، الملفات دي بتولد مجال مغناطيسي بيضاد مجال مضاد. الاصلي بتاعي، بيؤدي لتأخر قفز الكهف او قلة الجهد اللي عندي. ده على حسب نوع الحمل. ده لو كان حمل استنتاجي. اه. لو حاطط حمل سعوي اللي هي ايوه. المكثفات بينشأ مجال مغناطيسي بيساعد. بيساعد المجال الاصلي فبيزود قيمه جهد الاطراف بتاعتي. تمام. طب واشمعنى طب في الحمل المادي ايه اللي بيحصل؟ في الحمل المادي الانخفاض البسيط اللي حضرتك قلت عليه ده نتيجه المقاومات الموجوده. اللي هي المفاقيد او المفاقيد، المقاومات اللي ايوه، بتسد داخل الملفات جوه. واللي بره. تؤدي الحمل بتاعي، الحمل المادي بتاعي ذات نفسه الاثنين. مؤثر معاه. اه. تمام. الاثنين. نتيجه وجود مقاومات يبقى هنا ما فيش، انت هتقول لي بقى اصل الحمل الاستنتاجي في مجال مغناطيسي، طب الحمل الساعه بتقول لي بيعمل تقدم لمجال مغناطيسي تمام مساعده، طب في حاله الحمل المادي، في حاله الحمل المادي نتيجه وجود مقاومات داخلية. تؤدي، المقاومات دي بقى ايوه طبعا نعم. المقاومات اللي عندي بتاعت الاحمال بتؤدي الى انخفاض الجهد قيمة بتاعي، الجهد وعشان بتاعتي. كده بنخفض بمقدار بسيط. تمام. طيب الأمر كده احنا يمكن شرحنا لأبنائنا وبناتنا تأثير الأحمال على المولد التوافقي، سواء بالنسبة لحمل مادي أو حمل حسي وحمل سعوي. وتفضلت حضرتك قلت بالنسبة للمجال اللي بيعاكس عن طريق ملفات الأقطاب، ودخلنا بعد كده وقبليها قصدي قلنا كمان العوامل المؤثرة في قيمة القوة الدفع الكهربية المستنتجة على تأثير المعادلة. طيب لو أنا طالب دلوقتي حضرتك بتشرح معايا، هقول لك طب أنت حضرتك عايز تفرق لي ما بين العوامل المؤثرة في قيمة القوة الدفع الكهربية وجهد المولد، إيه اللي عليه مسائل هبتدي أمشي معاها؟ تمام. هو في المنهج بتاعنا أيوه المقرر علينا تمام معادلة قفز الكهف. تمام الجزء الثاني عليه مسائل بس مش مقررة علينا. تمام. يبقى أنا عندي معادلة قفز الكهف المستنتجة جوه المولد عليها اللي عوامل، فيها ست عوامل. اللي فيها ست عوامل. تمام. قفز الكهف المستنتجة اللي هي معادلة قفز الكهف اللي هي إيه بتساوي 4 4 40 من 100 في إف في فاي في زد في دي إف في دي إف. تمام. نبدأ ناخد مسألة، بس إحنا الأول إحنا ما اديناش المسألة ليه يا أستاذ جمال؟ أو ما عديناش المسألة في الأول. إحنا قلنا ناخد قفز الكهف، وبعد قفز الكاف ناخد جهد المولد، نفرق بين الاثنين عشان يبقى التفرقه واضحه وصريحه، وبعد كده نبدا الجزء الرياضي او الحته المساله الرياضيه اللي هي تطبيق على معادله قاف دال كاف. يعني هنبدا مساله مع ابنائنا وبناتنا بالنسبه على معادله القوه الدفع الكهربيه المستنتجه في المولد التوافقي. تمام. طيب نقول منطقها ونشوف ابنائنا وبناتنا هيردوا علينا بايه بالنسبه للمعطيات اللي هيطلعوها من المساله. مع شاشتنا الجميله هنا بنقول مثال واحد. مولد توافقي ثلاثي الاول. به ستة أقطاب. أبنائنا وبناتنا ياخدوا من طريقة الكلام مولد توافقي ثلاثي الأوجه. أنا عندي ثلاث أوجه، لأن في بعض المسائل بيجي حاطط لك وجه واحد، تاخد بالك منها كويس جدا. به ستة أقطاب. 18 مجرى. تحتوي كل مجرى على 10 موصلات. تحتوي كل مجرى على 10 موصلات. والفيض المغناطيسي من كل قطب تبلغ قيمته 4 من 100 ويبر، والتردد اللي هو الاف 50 هرتز. تمام. فاحسب، خد بالك من الاجابه، احسب قيمه الجهد المتولد في كل وجه. طب استاذ عمرو هو في حته كده في المساله انا نويت عليها في البدايه، هو بيقول لي مولد توافقي الثلاثي الاول في المطلوب قال عايز قيمه القوه الدفع الكهربيه لكل وجه، هتفرق في الحل؟ هي مش هتفرق في المعادله، بس ايوه خلي بالنا ما دام انا بقول عايز للوجه يبقى عندي حاجه اسمها للخط، وللخط يبقى يخش معايا جذر 3. ما احنا بنقول هنا الفرق ما بين الثلاث اوجه والوجه الواحد، فرق وبعدين
تفرق معايا هنا هو قايل لي نجمه ولا دلتا، ما قالش. تمام، يبقى انا هجيب لي الوجه، وفي الحاله دي بيمشي للاثنين سيا. يعني هنا لو جاوب بالنسبه للوجه او بالنسبه للخط هتمشي لا، واحد. هو مش ما يقدرش احط معادله الخط. ايوه، هو الفرق بين معادله الوجه ومعادله الخط ايه؟ جزم معادله ثلاثة. الوجه ان انا بضرب المعادله بتاعت الوجه في جزم جزم ثلاثه، ثلاثة. اللي هي نفس المعادله، هي 4 4 4 44 من 100 في الفاي في الزد في الاف في بي اف في دي اف، واروح ضارب في جذر 3. وغالبا طريقه الحل ما بتبقاش كده، ان احنا بنجيب الاول الاي في حاله الوجه، ولما لو هو طالبها في الخط ضربت بروح ضاربها في في جذر جذر 3. 3. اولا انا عايز حضرتك يا استاذ جمال تمسك لنا المساله جزء جزء، تمام وبند بند نطلعه ونقول ده عباره عن ايه وده عباره عن ايه وده عباره عن ايه. تمام لو احنا على شاشتنا الجميله شاشه التلفزيون المصري، هنقول اول حاجه قلناها ان مولد توافقي الثلاثي الاوجه، خدنا بالنا منها كويس، عدد المجاري 18 مجرى، عدد الموصلات بكل مجرى، ناخد بالنا بكل مجرى ما قلتش لكل وجه، 10، عدد الاوجه يعني 3 اهي، عدد الاقطاب 6 قطب. طيب نكمل، الفيض المغناطيسي 4 من 100 ويبر، التردد 50 هرتز. لو انا بصيت للمعادله دي هبتدي اتخض، فين معامل الخطوه ومعامل التوزيع؟ مطلوب من حضرتك انك تجيبهم قبل ما تحل، مطلوب انك تجيبهم قبل ما تحل. خد بالك من الكلام، هنا عدد المجاري ومدي لك عدد الموصلات لكل وجه، ومدي لك عدد الاوجه، ومدي لك عدد الاقطاب والفيض والتردد، فين البي اف والدي اف؟ يبقى انت مش هتقول المعادله، انت هتكتب المعادله الاول وتدور ايه اللي ناقصك فيها. نكتب راس المعادله من اولها لاخرها، هنقول الاي بتساوي 4 44 في الفاي في الاف في الزد في البي اف في الدي اف. طب انا عندي دول كلهم، لا انا عندي الفيض وعندي التردد، فين البي اف والدي اف وفين الزد؟ يبقى المعادله بالنسبه لي فيها الثلاث مجاهيل غير الاي، ثلاث مجاهيل غير الاي، الاي اللي هي مطلوبه اصلا للقوه الدفع الكهربيه لكل وجه. يبقى انا لما اجي اشتغل، ودي حساس امر اللي بحب جدا احل الطريقه ديت وابنائنا في المدارس بيحبوها، انتوا خدتوا الكلام ده في الورشه في طرق اللف، لما بتيجي تلف الملفات بتجيبها ازاي؟ انا هقولها دلوقتي كده بالفم كده، وبعدين نشوفها مع شاشتنا. ابدا كانك بتحل المساله كانك مساله لفه عاديه جدا، هتقول الخطوه القطبيه، خد بالك انت بتمشي كده في اللف في الورش لان هم شغالين في اللف دلوقتي المحركه، الخطوه القطبيه بتساوي عدد المجاري على عدد الاقطاب والاثنين موجودين عندي. رقم اثنين هتجيب عدد المجاري كل قطب تحت كل وجه. صح؟ يبقى اول خطوه خطوه قطبيه، عدد المجاري على كل قطب. رقم اثنين عدد المجاري كل وجه تحت كل قطب اللي هي الاس اللي انا هحتاجها بعد كده في معامل توزيع. رقم ثلاثه الزاويه الكهربيه. الزاويه الكهربيه. خلاص؟ رقم اربعه هتجيب بيتا اللي هي الفرق بين الزاويه الكهربيه والزاويه القطبيه. طب انا الكلام ده كله موجود عندي؟ طب ما تيجي نشوف مع بعض الحل هنمشي ازاي بالخطوات دي قدام مننا. الراجل الزعيم نكمل معاه الحل كده؟ كمل. ماشي. نقول مع بعض بدايه، اول حاجه اقولها يا ابنانا يعني نكتب المعادله عشان اعرف اللي ناقصني ايه فيها. المعادله موجوده على الشاشه 4 44 في الاف في الزد في الفاي في البي اف في الدي اف. طيب خد بالك هو قال لي عدد الموصلات تحت كل مجرى 10 وسكت. انا بحسب عدد الموصلات الكليه ولا بحسب للمجرى؟ انا شغال على مولد مش شغال على مجرى، هو مديني 10 موصلات لكل مجرى، يبقى انا لما اجيب عدد الموصلات الكليه هعمل ايه؟ برافو عليك، هضرب كل مجرى في عدد المجاري. طب هو مديني كام؟ مديني 10 في كام مجرى؟ لسه اهو في 18. طب ما نبص لها كده على الشاشه موجوده ولا لا، تعالوا نشوف مع بعض اهي، عدد الموصلات الكليه بتساوي عدد المجاري في عدد الموصلات لكل مجرى بتساوي كام؟ 18 في 10 بتساوي كام؟ 180. نرجع 180، انت شغال وجه واحد ولا ثلاث اوجه؟ خدت بالك من اول كلمه قلناها في بدايه المساله؟ مولد توافقي ثلاثي الاوجه، يبقى انا لازم اعمل ايه؟ اقسم على ثلاث، يبقى عدد الموصلات لكل وجه هقسم ال 180، فين ال 180 اللي انا طلعتها في الخطوه اللي قبليها؟ تمام؟ على عدد الاوجه اللي هو كام؟ 3، يبقى 180 على ال 3 تديني 60 موصل. طب عدد اللفات لكل وجه. طب دي انا مش فاهمها. يا سيدي الفاضل، انت قلت 180 على ال 3 اديتك 60 موصل. الموصل بينزل في مجرى واحده ولا بينزل في المجرى الثانيه؟ عشان يبقى لفه. بينزل في مجرى ثانيه. يبقى لازم اقسم
هذا المواصلات الواجهة دي اللي هي 60 مصر على كام؟ عشان تديني لفة، ما تدينيش موصل، يبقى هنا 60 على الاثنين تديني 30 لفة، يبقى انا كده جبت عدد اللفات لكل واجهة اللي هي مين؟ اللي هي تعتبر بالنسبة لي الزد. استاذ عمرو في تعليق بالنسبة لكده؟ لا هو طبعا معروف ان انا عندي حاجة اسمها موصل ولفة. وحاجة اسمها لفة اه وحاجة اسمها ملف، تمام نفرق بين التلاتة. تمام موصل اهو سلكة لوحده لوحدها اللي هي دي العشر موصل، اللي هو قالها. طب انا عندي الخمس سلكات دول هجمعهم مع بعض والفهم اكتر من مرة، هلفهم الاول لفة واحدة بقى اسمها لفة بالنسبة لي، تمام لو لفيتهم 10 15 لفة بقى اسمه ملف. تمام يبقى انا عندي حاجة اسمها موصل اللي هو هنا موصل وبعدين لفة وملف. هو لما كان بيكلمني عن الزد اللي حضرتك جبتها دلوقتي دي، نعم هو قال لي عدد اللفات ولا قال لي عدد الموصلات؟ عدد اللفات. عدد اللفات، يبقى انا ما تمام اتعاملش معاهم على انهم موصلات، فخلي بالي في المساله هو مديني ايه؟ زي تمام ما حضرتك قلت انا هرص القانون الاساسي، وبعدين ما تبقاش ستاندر بالنسبه لي ان انا نص القانون الاساسي. تمام بمعنى هو طبعا هو ده طريقه الحل الصح، بس انا هقرا المساله بالكامل اللي قدامي. اطلع المعطيات واطلع المعطيات اللي عندي واشوف المطلوب انت عايز مني ايه؟ انت بالظبط. اديتني 1 2 3 4 وطالب مني ايه؟ طالب منك 5 و6، 5 ده قانونه ايه؟ اروح كاتب قانونه. 6 قانونه ايه؟ اروح كاتب قانونه. اللي موجود انتهيت منه في المعطيات، اللي مش موجود اجيبه. تمام زي ما حضرتك عملت كده، هو طالب الاي اللي هي القوة الدفع الكهربية، كتبت القانون بتاعها. تمام بعد ما كتبت القانون بتاعها ابتديت تشوف العوامل اللي عندي واحد واحد، أول عامل عندي اللي هو الزد ابتديت تجيبه. الزد بتساوي كام؟ هجيب الزد بتساوي كام؟ وطلعت الزد، والزد هنا اللي هي عدد اللفات مش عدد الموصلات. هو تمام ضحك علينا في منطوق المسألة وقال عدد الموصلات. نعم إنما أنا لما أجي أجيب الزد اللي هي عدد اللفات. تمام فاضل بقى حاجتين حضرتك، احنا كده جبنا عندي الفاي واللي هو 400 ويبر، بداني صريحة. وعندي التردد حتى ما ادانيش عدد اقطاب يعني اداني ب 50 ذبذبه، تمام، وجبت انا الزد 30 صح؟ تمام. طيب حضرتك لو انا جيت حسبت معامل خطوه، ودي كانت لعبه برضو كانت ملعوبه، لان انا بقول له احسب عشان تجيب معامل خطوه ومعامل التوزيع، انا ما عنديش معامل خطوه ومعامل توزيع اي بيانات ليهم، اوتوماتيك على طول ابنائنا وبناتنا يحسبوها بواحد. بدليل ان انا لو قلت عدد المجاري لكل قطب تحت كل وجه، يعني لو قلت عدد المجاري على عدد الاقطاب، تمام، ما عنديش عدد اقطاب. طب عندي عدد مجاري لكل وجه تحت كل قطب، هقسم الثلاثه على الثلاثه هتديني مجرى واحده، دي اللي موجوده بالنسبه لنا في المساله. لا هو اتفضل. في حاجة برضو نعم احنا نوهنا عنها الحلقة دي. احنا قلنا ايه؟ انا عندي معامل خط ومعامل التوزيع، تمام طب ما اكتب قانون. تمام مش احنا لسه قايلين الكلام ده؟ اكتب القانون اللي هو بتاع بالنسبه لمعامل ساين الخطوه ومعامل التوزيع اه اللي هو الاس ساين في الفا على 2 الفا على على 2. اس ساين الفا على 2 تمام ساين الفا، ماشي، كتبنا او القانون، كوزاين بيتا على 2 كتبنا القانون بنسبه. اه الساين اللي هي الجا تمام ايه الفا على 2 ماشي، او ام الفا على 2 ايا كان، يعني ايوه دي الرمز احسبها. مش هتفرق. ما تشوف دي بتساوي ايه ودي بتساوي ايه. تمام هتقول لي طب انا هجيب الالفا منين؟ زاويه الوجه منين؟ لا زاويه الوجه بتساوي 180 درجه على على الخطوة القطبية. الخطوه القطبيه، هتبقى 180 على 3 هتطلع فيها 60 هتطلعها. تمام معامل التوزيع ما فيش مشكله في مجايبه. كوزاين بيتا على 2 يعني معامل بالنسبة لي. التوزيع ما اه فيش، معامل التوزيع معاوز ما اللي فيش هو الاس والساين بيه. ما فيش مشكله في تمام مجايبه، لان انا عندي مجموعه من طب انا ما عنديش عدد الاقطاب. تمام ماشي، بس انا بتكلم لو مساله فيها عدد اقطاب، طب انا ما عنديش عدد اقطاب، يبقى انا كده في مشكله في ايجاد معامل التوزيع. كويس. نيجي لمعامل الخطوه. معامل الخطوه في المساله اللي زي دي، ما هو ما فيش بيانات هجيب معامل خطوه، يعني لا تمام مديني زاويه اللف الجديده ولا مديني عدد الاقطاب ولا مديني، طب انا هجيب ازاي؟ لو نفترض في الحاله اللي زي كده انا هكتب الروب واحد. طب بالظبط لو نفترض مش الحاله مش دي، في حاله تانية هتبين لك ان معامل الخطوه بواحد، اللي هي حاله عدد فنيه المجاري. مش حاله رياضيه. اللي انا بقول فيها ان انا عشان اجيب معامل الخطوه، انا عندي معامل الخطوه اللي هو معامل الاول، معامل التوزيع. معامل التوزيع هو عباره عن ايه؟ عدد موصلات الوجه، عباره يعني عن المجموع الاتجاهي على المجموع المجموع الجبري الحسابي. على المجموع الاتجاهي على المجموع الحسابي اه لموصلات الوجه الواحد تحت القطب الواحد. تمام طب ما تيجي نشوف موصلات الوجه الواحد تحت القطب الواحد فين؟ في كام مجرى في الحاله دي؟ انا عندي 18 مجرى، تمام على الستة قطب فيها الثلاثه مجرى، تمام يعني الثلاثه مجرى دول هيخصوا الثلاث اوجه، يعني الوجه يخصه مجرى واحده. بالظبط الوجه بقى يخصه ايه؟ مجرى، بما ان الوجه بقى يخصه مجرى واحده، هي معامل يبقى توزيع معنى كده ان معامل، يبقى انا ما وزعتش ما ملفات، وزعتش، هي يبقى معنى نفسها معامل التوزيع هيطلع بتاع معايا بالواحد الصحيح. اوتوماتيك يبقى كده خلصنا من معامل التوزيع، هيطلع حتى لو بالحسابات لازم يطلع بواحد. هيطلع معايا بواحد صحيح. كويس ليه؟ لان انا عندي عدد
مجاري القطب تحت ثلاثة، كل عدد مجاري الوجه تحت كل قطب. عدد مجاري القطب ثلاثة، فلما اقسم عدد مجاري القطب اللي هم ثلاثة على الثلاث اوجه هيديني ان هي بواحد، تمام يبقى انا ما وزعتش الملفات. ما هو انا كل الحكايه ان انا ايه، بدل ما بحط الملفات في مجرى واحده احطهم في مجرتين، لا احطهم في ايه يا عم، ثلاثه. طلع لي مجرى واحده وحطيتها في مجرى واحده. الحسابات طلعت في مجرى واحده، يبقى معامل التوزيع كده هيساوي واحد صحيح. تمام، طب نيجي لمعامل عامل الخطوه. خطوه بقى، معامل الخطوه، طب انا عشان اجيب معامل الخطوه، عشان اجيب معامل الخطوه لازم اجيب زاويه لف جديده. لازم اجيب، يكون عندي، لازم يكون عندي لا زاويه اللف الجديده او يبقى عدد ينوه عنها. ينوه عنها في المساله، او يكون عندي عدد المجاري اللي هشتغل عليها الجديده. لو جابها لي بمعنى ممكن احسب انا ما الزاويه بكل مجرى الله والثانيه ينور عليك. وبعدين اضرب في ديت واجيبها. تمام يا استاذ تمام، جمال، يبقى انا يا اما اجيبها من عدد المجاري يا اما اجيبها من زاويه اللف الجديد. هو لا اداني دي ولا دي ولا اداني دي، يبقى بالتبعيه هيبقى معامل الخطوه بتاعي بيساوي الواحد الصحيح. طيب نقول للحل بتاع المساله على شاشتنا ما عشان هو اهم كده حاجه الملاحظات الفنيه دي. احنا قلناها اللي هي معامل خطوه ومعامل التوزيع طلعوا ازاي. المعادله في النهايه بتقول الاي بتساوي 444 في الاف في الفاي في الزد، وبقى واضح جدا ايه التعويض في الارقام. 444 في الاف ب 50 في الفاي 4 من 100 في الزد ب 30، الناتج عندي 266.4 فولت بير لكل فيز. هل حضرتك هنا ما ضربناش جذر 3 واللي هي طالعه لا، كام؟ اصل هو طالب مني يا استاذ جمال ايجاد قيمه الجهد لكل وجه، لكل نعم وجه، يبقى ما اضربش في جذر 3، عايز لكل فيز هضرب في جذر 3. 3. استاذ جمال احنا كده نكون وفينا جزء درس النهارده في ماده الالات الكهربائيه والوقايه في المولدات، وما زلنا بنتابع شرح ماده المولدات. وبالجزء اللي احنا شرحناه النهارده يا استاذ جمال نكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. وفي نهاية الحلقة أنا بشكر أبنائنا الطلبة على حسن مشاهدتهم واستماعهم لينا، وبشكر حضرتك الله يخليك والله. وبوعدهم في لقاءات قادمة إن شاء الله في برنامج مدرسة على الهواء، نستكمل دروس مادة الآلات الكهربائية والوقاية لباب المولدات. وفي النهاية بشكر حضرتك وبشكر أبنائنا الطلبة، والسلام شكرا عليكم لك ورحمة أستاذ. الله وبركاته.